سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده عندي حلقه مهمه جدا على التاخر اللغوي، فقره اول فقره على التاخر اللغوي، والتاني فقره هيبقى معانا الشيف نور الصباح وهنعمل تورته الجمبري، اكلات بحريه بقى كلها ان شاء الله الفتره الجايه دي. هنتكلم عن التاخر اللغوي. من المشاكل الأسرية اللي بتقابل الأسرة بالذات لما طفلها يطلع في السنين الأولى عنده تأخر لغوي. هنعرف مشكلات التأخر اللغوي وأسبابه، ويعني إيه أصلا تأخر لغوي بيؤدي إلى عدم التواصل المجتمعي ويؤدي إلى مشاكل كبيرة. ده هنعرفه من أستاذة ياسمين محمد منسي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. عايزين نعرف بقى أول سؤال كده، يعني إيه تأخر لغوي؟ التأخر اللغوي عموما هو عدم قدرة الطفل على تطور اللغة عنده بما يتناسب مع الجدول الزمني لتطور اللغة. تمام. في حاجة كمان مهمة، في بعض الأهل مش عارفين إن هم يفرقوا ما بين تأخر اللغة وتأخر الكلام. فهنا عندنا التأخر الكلام مش عارف إن هو يتكلم، فبيبدأ إن هو مش عنده كلمات عارفها بس ما فيش ايه نطق. طب انا عايزه اسال حضرتك، انا لسه هيجي طبعا اسئله كتير. تمام. الطفل مثلا عنده سنتين، في اطفال بتتكلم عندها سنه، في سنتين، انا مثلا مش عارفه ابني متاخر لغوي ما يوصل لسن كام. تأخر اللغة عموما لما أعرف إن الطفل بدأ يتأخر من بداية السن 3 سنين، بداية 3 سنين. 3 سنين يبقى أبدأ أقلق وأبدأ إن أنا يبقى تدخل مبكر في إن أنا أعالجه، يعني جلسات تخاطب وأبدأ إن أنا أجري في حكاية العلاج. لكن طبعا الطفل لما يكون عنده سنة أو سنتين يا دوبك بيبدأ إن هو يقول كلمتين على الأقل في بداية السنتين، لكن 3 سنين ده حاجة تقلق جدا، تبقى مقلقة جدا. فلازم من الأم إن هي بتبقى عندها وعي إن هي تبدأ إن هي تعمل تدخل مبكر. بس في ناس أنا أعرفهم بدأوا تأخر، يعني إيه تأخر لغوي، كان عندهم لحد 5 سنين و6 سنين، التأخر اللغوي بيبقى حالة نفسية مثلا؟ لا مبيبقاش حالة نفسية، هي عموما يعني لو الطفل وصل للمرحلة اللي هو عنده سن 5 سنين ولسه بيقول كلمة ماما بابا، عنده كلمات بيقولها مفردة لوحدها مش عارف يكون جملة مفيدة، دي هنا بتبقى مشكلة خطيرة جدا. هنا ممكن تبقى المشاكل عموما الأسباب ممكن يكون عنده ضعف في السمع، عنده في مشكلة في الأذن الوسطى، قنوات السمعية. فهنا بنبدأ إن إحنا نبقى في دكتور يحاول يشوف اختبار السمع عنده، دي سبب من الأسباب. في سبب تاني البيئة المحفزة، يعني دلوقتي عندي البيئة فقيرة في الحصيلة اللغوية، الأب والأم مفيش أي تفاعل أي حوار بيقدر إن هم يتفاعلوا مع الطفل، سايبين الطفل دايما منعزل عن الناس، مفيش تفاعل بين أقرانه. فهنا بيبدأ الطفل إن هو مش بيكون أي حصيلة لغوية. طب أنا دلوقتي الأم مشغولة دايما تعمل إيه؟ تسيب ابنها قدام التلفزيون، أول ما تسيبه بساعات كتير جدا، ولازم الطفل من بداية السن 5 سنين يبدأ يقعد على التلفزيون بس لمدة على الأقل ساعة، لكن أقل من 5 سنين لا، ده هم الأطفال غلط بيقعدوا جدا. على التلفزيون اللي هم عندهم 5 سنين، ده 3 سنين دلوقتي، التلفزيون مثلا 5 6 ساعات، ده أكبر ممكن كارثة. طول اليوم، أيوه وكمان حتى الموبايل، يعني شوفي اه، يعني ما حاجة هي صعبة. الأجهزة الإلكترونية دي كانت أكبر كارثة أصلا، يعني المجتمع بقى عليها دلوقتي، ده هو حاجة التواصل عن خطيرة طريق جدا. ده، بلاقي الزوج والزوجة بيبعتوا لبعض رسائل عن طريق الواتس وهما في البيت في نفس ايوه الشقة، ما بس هو هم في أوضة النوم وهي بره، فيبعتوا لبعض على ايوه الواتس. حاجة لا جميلة. ما دي حاجه يعني خطيره جدا، المفروض الام تبقى عندها وعي بحاجه زي دي، لان سن ال5 سنين خلاص يقدر ان هو يقعد على التلفزيون لان خلاص اكتسب اللغه، لكن السن 2 سنتين 3 سنين هيفهم ايه؟ كده بيستقبل من التلفزيون فقط، يعني في استقبال لكن ما فيش اي تعبير، ما عندوش اي حصيله لغويه. فهنا بياخد عنف، بياخد اه اي حاجه من فهنا ممكن التلفزيون. يؤدي سبب من سمات التوحد. طيب قولي الفرق بين التاخر اللغوي والتاخر في الكلام. التأخر اللغوي لغوي. عموما ان انا عندي لازم يكون عندي حصيلة لغوية كلمات مفيدة ان انا اقدر اعبر بيها، ديت اللغوي. لكن التأخر الكلام معناه ان انا دلوقتي عندي في مشكلة في جهاز النطق، مشكلة في جهاز اللغة عندي مش قادرة انطق، يعني مثلا ممكن يكون في مشكلة في الأحبال الصوتية، مشكلة في الحلق، مشكلة في اللسان. فهنا ساعات بيبقى اللسان لازق مثلا بيبقى في في رباط لسان، في فهنا البق. بقدر لازم اعمل عملية جراحية، فهنا بيحتاج للعلاج في حاجة زي دي، فدي بيؤدي لتأخر الكلام. لكن هو بيبقى عارف الكلمة عارف معناها بس ما بيقدرش يتكلم،
فهنا في فرق ما بينهم، فرق كبير جدا. لكن تاخر الكلام اللغوي ان انا عندي دلوقتي حصيله لغويه، ما فيش حوار، ما فيش تفاعل، فهيبقى عندي في تاخر في اللغه. طب انواع بقى التاخر اللغوي او بينقسم الى ايه؟ التاخر اللغوي بينقسم في حاجتين، في لغه استقبليه ولغه تعبيريه. اللغه الاستقبليه ان انا كل حاجه بستقبلها بس ما بعبرش، تمام. عندي دلوقتي الطفل لما بيجي يعبر التعبير بتاعه بيبقى ضعيف جدا، ما عندهوش، ما بيقدرش يناسق، ما فيش تناسق في الكلمات بتاعته، نغمه الكلام تبقاش متناسقه مع الحديث، فده بتبقى حاجه مشكله عنده. ما يعرفش، ما بيفهمش المواقف اللي بيتحدث معاها الاخرين، يعني حد بيتكلم معاه مش فاهم الموقف لان ما عندهوش اي حصيله لغويه، هو بيستقبل بس. عندي اللغه التعبيريه ان الطفل دلوقتي بيبقى عنده كميه حصيله لغويه بيقدر ان هو يعبر عن نفسه. ان الطفل دلوقتي اول ما بيبقى فيه مثلا الام دلوقتي خارجه فبتيجي تقول للطفل البس حذائك. الو، الو، السلام عليكم يا دكتور. ايوه، ازاي حضرتك؟ ازيك يا الله استاذ يخليك اشرف، يا اهلا فندم، بيك. ربنا. اتفضل، في سؤال استاذه ياسمين؟ ايوه يا فندم، اتفضل. انها الصوت يعني مش واضح يا استاذ اشرف، علي صوتك شويه. يعني اسباب الشمم وعديد الكلام، الايه؟ اسباب شمم وعديد الكلام، اسباب صمم وعيوب الكلام. يعني إلقاء الضوء في الحتة دي. تمام، رب يا ماشي، دكتور، متشكر. حاضر، هنجاوبك يا استاذ اشرف، متشكرين، اتفضل اتفضل. اسباب الصمم وعيوب الكلام ده بيبقى فيه مشكله، يعني دلوقتي زي ما احنا قلنا بيبقى فيه مشكله في الحلق او في مشكله في السمع. فدلوقتي ان احنا زي ما قلنا لازم نعمل اختبار سمعي طبعا. بيبقى الطفل هنا فيه مشكله في ثقب الاذن الوسطى، في زياده على الشمع، في زياده شمع في الاذن، فهنا بيؤدي الى ضعف سمع عنده، فبيأخر لي الكلام عنده، ما بيقدرش ان هو يتكلم. فلازم طبعا نبدا ان احنا نبدا نعمل له اختبار سمع ونبدا نمشي في الموضوع ده عشان نشوف ايه اسبابها تاني. وممكن تبقى في عوامل وراثيه، تبقى داخله طبعا العوامل الوراثيه او النفسيه، يعني لازم يروح يكشف لازم ويروح يكشف ولازم للدكتور يعمل اختبار. ويعمل التخاطب ايوه، والحاجات دي. اهم حاجه الاختبار، اختبار السمع عشان نعرف المشكله فين من الاول. اول حاجه السمع يعني. اهم حاجه طبعا. احنا عموما لما نيجي نتكلم عن الاطفال، الاطفال اللي هما بيبقوا ضعاف السمع بيبقى عارفين ان هما هيتكلموا، بس هيتكلموا في وقت معين. امتى؟ لما يبدا خلاص العلاج، هي خلاص مشي عليه تمام، روح يبدا ان هو بعد ما يخلص العلاج بتاعه هيبدا ان هو يدخل على مرحله جلسات التخاطب. فهنا تمام. طب احنا عايزين نعرف من الاول يعني اسباب. طب معانا، معلش، التليفون. استاذ محمد، الو الو يا استاذ محمد، الاتصال الظاهر الاتصال اتقطع. طيب، عايز اعرف اساسا التاخر اللغوي. انت قلتي اسباب وراثيه واسباب ايوه يعني في الكلام، بس انا عايز اعرف الاسباب الاساسيه الاسباب ايه. الاساسيه. اول حاجه احنا لازم نعرف ان احنا بنتكلم على انهي طفل. في طفل عندي الطفل الاوتيزم ما بنتكلمش عنه، طفل الداون، طفل اللي عنده اعاقه ذهنيه. ايه الطفل الاوتيزم وايه الطفل الداون بقى؟ فسري لي الطفل كده يعني الاوتيزم. الاوتيزم ده اللي هو بيبقى انسان، بيبقى طفل عنده توحد، دي يعتبر سمه من سمات التوحد. هو لاحق، ما هو لسه صغير، ما هو ما عندي في بيبانش. مشكله في الاوتيزم. الاوتيزم اول ما بيبدا من عند السنه ونص كان بيتكلم بيقول بابا ماما، اول ما يبدا عن السنه ونص اجباري بتلاقيه بيتوقف عن الكلام. فهنا بعرف ان هو اوتيزم وابدا ان انا اعالجه، ابدا بقى اشوف دكتور تخاطب وابدا ان انا اعالج. عندي طبعا الاعاقه الذهنيه. طب معانا اتصال، ام محمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام محمد؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. انا معايا بنتي عندها 10 سنين دلوقتي، وابني عندها 3 سنين، وانا بروح بقى خالص. 10 سنين ما عشر بتتكلمش؟ سنين. ياه، وساكته لحد دلوقتي كده ليه؟ لا، انا بروح بيها من وهي عندها 2 سنين. ولسه اتكلمت ولا لسه يا ام محمد؟ هي بتتكلم بس برضه الكلام بتاعها تقيل، مش يعني بتقول ايه مثلا؟ يعني هي ساعات بتتكلم الكلام صح، او صححه لها ترجع تنطقه غلط كده. طيب، في حد من الاسره كان عنده قبل كده تاخر في اللغه؟ لا، بس هي عندها كهرباء.
تمام، كنا لسه من ضمن الاسباب اللي كنا هنقولها لما عندها كهرباء. طب هي دلوقتي بتتعالج تبع الدكتور مخ واعصاب. شكرا يا ام محمد. طبعا ايه من ضمن الحالة دي ايه؟ الاسباب، طبعا احنا قلنا لسه كنا بنكمل الاسباب، الطفل لما يكون عنده كهرباء، عنده الصرع زي ما قلنا، طفل الاوتيزم، الاطفال دي لازم يبقى فيه علاج. العلاج طبعا ليهم علاج معين احنا بنمشي عليه لحد ما يبقى الطفل ليه ميعاد معين ان هو هيتكلم فيه، وهي ما تقلقش جدا ليها وقت انها تتكلم فيه، بس لازم طبعا تعالج عند تدريب. دكتور مخ واعصاب. تبدا ان هي تمشي في العلاج بسرعه، لان 10 سنين دي حاجه صعبه جدا، يعني لحد دلوقتي انها ما تتكلمش. لا بس انا اعرف ان في واحد بجد والله يعني قال لي انا قعدت لحد 15 سنه ما اتكلمتش وبعد كده اتكلم. يا جماعه ما يعني مش ما هي تقلقوا ليه يعني. وقت معين اكيد كان في مشكله عنده، بس يعني ما هو هي بيقول انا علمت عشان كده. نفسي الكلام انا لوحدي، ما اعرفش ايوه دي بقى لها علاقه بالحاله النفسيه. اكيد لها علاقه بالحاله لا النفسيه. طبعا في حاله نفسيه طبعا بتاثر من ضمن الاسباب. فاحنا دلوقتي الحاله النفسيه دي بسبب ان عنده كان اكيد كان في خوف، طبعا المشاكل الاسريه بين الزوج والزوجه، المشاكل الاسريه دي بتاثر جدا على الطفل، بيبقى عنده حاله، يعني بيبقى بيدخل في حاله اسمها زي التلعثم، اللي احنا هنتكلم في تلعثم ده موضوع تاني بقى موضوع تاني نتكلم خالص. فيه. طب معانا اتصال، معانا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كنت عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضل. انا عندي ابن عنده 13 سنه، يعني بيشتكي بيقول ايه، يعني بحاجه بيتكلمه، يعني ايه بيقول له اعمل كذا وخلي كذا. 13 سنه ما بيتكلمش، لا بيتكلم بس هو بيقول في حاجه بيتهته لا يعني، بيتكلم بس هو بيقول في حاجه بتقول له كذا وكذا في دماغه، يعني بيفكر اه يعني، بيفكر في الكلام الاول. بيفكر في الكلام قبل ما ينطق. ايوه اه تمام. طيب، في اي مشكله عنده، حصلت له اي مشاكل؟ طب رحت لاي لا دكتور؟ لا طب حالته النفسيه ايه، يعني ما بين الاسره في تفاعل، بيتكلم معاكوا عادي؟ لا ما فيش حاجة، عادي تمام. عادي ما فيش حاجة. هو بيفكر في الاول قبل ما يقول الكلام، طب فهنا متشكرة يا استاذ محمد، متشكرة. دي زي طبعا مراحل التلعثم. طبعا بيفكر في الكلام الاول عشان قبل ما لان بيبقى عنده خوف، ما عندهوش ثقه في النفس ان هو يقول الكلمه على طول. تلعثم ده بيبقى نفسي. هو نفسي، نفسي. هو بيبقى حاجه غير اراديه على فكره، بتبقى اضطراب غير ارادي. فهنا بيبدا الطفل ان هو مش قادر يتكلم، ممكن يفكر الاول في الجمله اللي هو يقولها، لان بيبقى خجول، عنده خوف ان هو ممكن يقول الكلمه وحد يحرجه او حد يهينه بالكلمه ان هو قال حاجه ده غلط. بيظهر بقى بسبب قهر الأسرة، ضرب ايوه الأسرة، الاهانات، الإهانات، الخوف، كل ده اتهان بيعمل. من المدرسه قبل كده، فبيبقى عنده رهبنه من حاجه زي كده، فبيفكر في الكلام قبل ما يقوله. تمام. دي مشكله من المشاكل يعني. طب الطفل بقى بيبدأ الكلام إمتى؟ المفروض طبيعي. طبيعي المفروض يبدا محل عندنا من او عموما يعني من اول سن الولاده لحد شهرين، المفروض يبدا الطفل من ببدايته. أول الولادة هيتكلم؟ لا لازم يبقى فيه صراخ وبكاء، لازم النطق يعني. لازم الام يبقى عندها وعي في حاجه زي دي. اول ما يبقى عنده صراخ وبكاء ده بتعرف ان هي بيدل على ان هو جعان، اتفزع، عنده فزع، فهنا بتعرفي منه الادراك السمعي ان هو بيسمع. طب معانا اتصال. الو، ام السلام مصطفى. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت اتفضلي. دكتورة. نعم. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحتي، عندي ابن، عندي ابن عنده 9 سنين وبيتهته كتير في الكلام. بيتهته تلعثم يعني. تلعثم. ما احنا بنتكلم على التلعثم. ايوه خلاص ماشي، شكرا، متشكرة. تمام. اتكلمي، تلعثم. كملي على التلعثم. تمام. التلعثم دلوقتي هي اكيد طبعا زي ما احنا قلنا واضح انها ظاهرة منتشرة اكتر منتشرة جدا، من التأخر اللغوي. ما هنا بسبب الحالة النفسية، او ممكن يكون سبب وراثي برضو، لان لو في حد في الأسرة كان عنده تلعثم قبل كده تهتها، فده بيؤدي ان برضو الطفل بيطلع بيبقى برضو عنده تلعثم. ومن ضمن طبعا التلعثم ان عندي دلوقتي اكيد كان في اهانات كتير، او مثلا خجول، طبعا زي ما احنا قلنا الثقة في النفس مهمة جدا طبعا، دي اهم لازم حاجه، نربي ولادنا على الثقة في ولازم النفس. لازم يبقى فيه حب وموده وحنان من الاهل. طالما ما لقاش اي حب او موده من الاهل وبيفضلوا طفل عن طفل، فهنا الطفل هيبقى مع نفسه، هيبقى خايف، عنده انا بشوف تهته في عموما، الكلام. انا عموما كمدربة ايوه تنمية بشرية وذاتية بشوف كل الامراض النفسية او كل الامراض اللي بنقول عليها التأخر اللغوي والتلعثم وغيره وغيره، كلها بيرجع للنفسية يعني، النفسيه هي رقم واحد. احنا طبعا دلوقتي الطفل بقى يتاثر باي حاجه دلوقتي،
غير احنا زمان. احنا زمان كان لو ماما يعني النظرة بتاعتها كانت بتأثر فينا، احنا بنعرف ان هي عايزة ايه، ان هي يعني في حاجة غلط احنا عملناها. دلوقتي الطفل لو بالنظرة. عملتي ايه دلوقتي معاه ولا اي حاجة، ما انتوا نهادي. الو، معانا استاذ سيد. الو الو، ايوه استاذ سيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي طفل عنده سنتين او يخش سنتين. سنتين ده صغير يا استاذ سيد، لسه صغير. عايزه يتكلم، ما بيتكلمش. ما هو صغير ماله؟ يعتبر صغير يعني. هنشوف استاذ ياسمين هتقولك ايه. تمام. طيب شكرا يا استاذ سيد، متشكر. طبعا زي ما هو بيقول، عندي الطفل لما بيبقى عنده سنة المفروض عموما عشان نعرف ان الطفل ازاي ان هو طبيعي، لو اتأخر يبقى في مشكلة. عندنا طبعا اول مرحلة المفروض من بداية السنة يبدأ يقول كلمة بابا او ماما، كلمة على الاقل من بداية 10 ل 15 كلمة. طب السن سنتين، هو دلوقتي بيقول الطفل ما بيتكلمش، طب ما هو المفروض فعلا يتكلم، يعني بداية السنة المفروض يقول كلمة بابا او ماما، لكن سنتين المفروض يقول لي من 200 كلمة لحد 250 كلمة ياه، كتير قوي، المفروض. كتير. ما هو لازم تكوني له حصيلة لغوية، لازم يعني مثلا يقول ماما عايز عشان يطلع خطيب بقى بعد كده. ما هو كده يطلع يعني خطيب. ماما، ماما اشرب، بابا اخرج. فهنا بيبدأ الطفل ان هو بيكون كلمات، ممكن يقول الكلمة، ممكن يقول على كلمة عربية بيا، فهنا لا، بيبدأ. والنهارده في هجوم من المتفرجين الحمد لله على استاذه ياسمين. الو، معانا علي. الو، ايوه معك عادي، خلي يغشيهم. اهلا يا استاذ علي. وسهلا. ايوه استاذ، انا عاوز اكلم دكتوره. اتفضل. عندي بنتي 12 سنه بتكلم بعض الكلام، وبعض الكلام ما بتكلموش، بتديني اشاره. تمام. نعم، بعض الكلام بتكلمه، تعرف امي وابويا والميه والاكل وبتاع، في كلمات ما بتنطقهاش. لكن في كلمات هي ما بتعرفش تقولها. لما تقول لها انطقها بتقول لك ما نقدرش. عندها يعني 12 سنة. 12 سنة يا أستاذ علي؟ ايوه 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. صح. كبير. تمام يا أستاذ علي، أستاذة ياسمين هتقول لك. اتفضل. شكرا يا أستاذ علي. طبعا 12 سنة وبتتكلم وتبقى عارفة كل حاجة، بس في حاجات أكيد بتعرفهاش فبتشاور عليها. طيب ما ديت يبقى هي ما الأب والأم المشكلة منهم برضو نفسية. أكيد. لا مش نفسية، ممكن كمان، ممكن أكيد الطفل يعني الأب ما أو الأم ما كانش فيه تفاعل أو حوار معاهم، ما كانوش يعرفوها إيه يعني دي كوباية دي إيه، ما فيش تمييز ما بين أي حاجة. هم بيقولوا لها يعني هي عارفه ان دي كوبايه بس مش أيوه، بتقدر تنطق. ما فيش نطق، هي عندها ما فيش مشكلة في نطق. الكلام، عندها مشكله، مشكلة في لكن الكلام هي عارفه هي دي أكيد كوبايه. الحلق فيه يعني انا حاجة. لو قلت لها فين الكوبايه هتقول لي اهي، عارفه اسمها وعارفه كل حاجه، بس بتشاور مش بت... عليها. اه مش بتعرف. أيوة عندها دي يعتبر في مشكلة في الكلام، عندها في جهاز النطق. المفروض يبدأ إن هو يروح للدكتور، يعني 12 سنة دي حاجة صعبة، يبدأ في مشكلة عندها في ربط اللسان، المفروض يعني دكتور تخاطب من صغرها عشان يبقى في تدليك، يستخدموا جهاز البايبريشن. ممكن يكون عضلة اللسان أصلا كمان بقت ضعيفة كمان فبتقدرش تنطق. طب احنا بقى النهارده هنسيب البرنامج للجمهور، وصراحه انا سعيده جدا ان الجمهور بيتواصل وبيتابع البرنامج الصراحه يعني. اتفضل استاذ احمد. الو، الو، ايوه. بقول لحضرتك عندي ابن اختي سنه 5 ابتدائي. اتفضل. 5 ابتدائي ده خمسه عنده ابتدائي، كام سنه؟ عنده فمعلش 10. يعني هو ما بيتكلمش خالص. 10 سنين ده او 11 سنه صح؟ خالص ما بيتكلمش عنده خالص. 10 سنين. طيب في اي مشاكل رحت للدكتور، اي حاجة عملتوها في الايام اللي فاتت؟ عملنا كل حاجة، يعني زي رحنا ايه؟ المستشفى وكل حاجة، عملتوا اختبار سمع، عملتوا اختبار في يعني النطق، عملنا اختبار اللي هو بتاع الذكاء ده، ايوه اختبار يعني الذكاء. الاختبار ده جاب فيه يعني في 90، يعني 90% الكلام ده كله. تمام. طب اختبار السمع؟ لا كويس برضك، اقول مثلا اقفل المروحه اقيس فيها، شغل التلفزيون كده يعني. تمام. طب الام في وقت حملها كان في اي مشاكل حصلت؟ لا الحمل ده يعني والدتي قاعده جنبي، ايه ممكن تسالها السؤال ده؟ ما اعرفش والله.
ممكن يكون مثلا مشاكل من ايام الحمل مثلا، خدت حبوب او اي لا حاجه؟ ممكن يكون مثلا في وقت الحمل حصل نزيف كتير، شكرا، مشكرة يا فندم. ممكن يكون كان في نزيف حرارة عالية، كان في حمى او حصبة المانية، او ممكن يكون في كان في نقص اكسجين، فده كله بيؤدي ان هي ما بتتكلمش. بس سن 5 سنين يعني المفروض يعني، وممكن اكتر مشكلة التلفزيون، يعني التلفزيون بيخليها ان هي متوحدة، هو بيعمل دي توحد. مشكلة توحد، ان هي منعزلة ممكن ما تتكلمش مع حد، ان هي توصل لحد دلوقتي انها ما بتتكلمش، ممكن تبقى فاهمة كل حاجة هي بس فاهمة بس ما ما بتنطقش. بتنطقش، او ممكن يكون في مشكلة في نطق الكلام عندها برضو ممكن نفس يكون المشكلة. مثلا مشكلة بقى، قلنا زي اللسان بيبقى اللسان مربوط، ممكن يبقى في ربط في يعني اللسان، مش نفسي، ممكن يبقى تدخل جراحي. تدخل جراحي. تمام. الو استاذ احمد. الو. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل يا استاذ احمد انا كنت معاك. عندي بس كنت عايز اسال الدكتور، عندي استفسار يا فندم. اتفضل يا فندم. الو، اتفضل. كان عندي ابن اخويا عبد الله، اسمه عبد الله، تمام. ما كان بيتكلم كتير قوي يعني وطي وطي وما بيفكرش التلفزيون في يا الكلام. أستاذ، وطي التلفزيون شوية معلش عشان نسمع الصوت. كده كويس يا فندم؟ تمام، اتفضل. ابن اخويا عبد الله كان بيتكلم كتير جدا وما بيفكرش في الكلام قبل ما بيقوله، بيتكلم كتير. وتلاقيه تصرفاته يعني مختلفة عن زمايله. عنده كام سنة؟ هو دلوقتي عنده 14 سنة. 14 سنة. 14 سنة. طيب تمام، شكرا، متشكرة يا أسامة، اتفضل. بيتكلم كتير وما بيفكرش قبل ما يقول الكلام، دي حاجة من ضمن التلعثم، ان الطفل لما بتلاقيه بيتكلم بسرعة عشان يتفادى اي مشكلة هو كانت عنده في التلعثم، عشان محدش ياخد باله ان هو بيقول ايه، فهنا بيداري المشكلة، هو يعني بيخاف انها تظهر عنده، فبيبقى خجول جدا، فدي من ضمنها ان الطفل بتلاقيه بدأ ان هو يتكلم بسرعة عشان يخلص احنا الموضوع الموضوع اصلا موضوع عن التأخر التاخر اللي اللغوي ده موضوع طويل وعايز حلقات مش حلقه واحده، ايوه والوقت خلاص خلص، يعني يعتبر هيخلص ايوه هنفنش. ففعلا هو موضوع جميل وشيق، ايوه وانا عايزاك تقولي كلمه اخيره بقى بالنسبه للتاخر اللغوي طبعا عموما. التأخر اللغوي احنا المفروض حاجة مهمة جدا، وكل ام وكل اب ان المفروض يعملوها، ان بصي هما للكاميرا بقى وقولي للجمهور. ان لازم الام تعمل عملية ستوب للطفل من بداية او ما يبقى عنده سنة، ما يقعدش على التلفزيون اي اجهزة الكترونية، ما يقعدش عليه، عشان ده بيأثر بعد كده. لو انت عايزة تخليه يقعد عاديه، بس هيتعبك بعد كده، هيأثر معاه بعد كده كتير جدا، وهيبقى عنده سمة من سمات التوحد. لازم تستخدمي معاه دايما جمل بسيطة وواضحة، تعملي معاه حوار، ترددي الكلام اللي هو بيقوله، تفضلي يبقى فيه حوارات وتفاعل اجتماعي، نزليه اماكن كتير جدا وتخليه يتفاعل مع الناس، واهتمي بيه جدا، ويبقى عنده يعني يبقى فيه برضو في حاجه طبعا نقطه مهمه جدا، ان الطفل لو الانشطه ان هو يبقى فيه انشطه ان هي تلعب معاه انشطه تناسب عمره، خلاص يبقى تمام، ايه عشان الفقرة خلاص انتهت. فأنا بشكرك جدا الله أستاذة يخليكي، ياسمين، وشرفتيني النهاردة ونورتيني بجد. يعني تسلم يا رب. انتظروني أعزائي المشاهدين في الفقرة التانية المطبخ، وهنقدم لكم تورتة الجمبري. الفقرة يعني الجاية واللي بعده واللي بعده إن شاء الله في مطبخ داليا هيبقى كلها فقرات أكلات بحرية بإذن الله، انتظرونا. فاصل. العودة من فاصل أعزائي المشاهدين، ومعانا الشيف نور الصباح، وتعمل لكم أكلة جمبري يعني تستاهل بصراحة بقكم بالهنا والشفا. طبعا الأكلات البحرية من الأكلات المفيدة جدا جدا، ومليانة عناصر غذائية ومليانة فوسفور. اتفضلي الشيف نور، وريني يعني النهاردة. أقدم نفسي الأول، اتفضل. أنا الشيف نور الصباح سيد نصر، شهرتي أم عمر. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم تورتاية رز بالجمبري حلوة جدا، وتنفع في المناسبات والعزايم ان شاء الله.
بمناسبه عيد الحب. عامل لك كان امبارح عامل لك تورته جايبه فلفل احمر اهي وهعمل سمك سلمون ان شاء الله وسلطه الجلاس نودلز. طب تمام بالجمبري برضه. ماشي هنبدا ان شاء الله. جدا كل يوم ناكل اسماك صح. والله يا ريت المفروض السمك ده يتاكل مرتين في الاسبوع على الاقل يعني بانواعه بقى كلها مرة بانواعه مره جمبري مره سمك بوري مره والتونه حلوه جدا جميله جدا بس التونه اللي هي الفريش ايوه طبعا مش العلب لا الفريش السمك اصلا فيه اوميجا 3 ومفيد جدا جدا ماشي ان شاء الله احنا هنبدا باذن الله هنحط زيت هنا بسم الله برضه هحط شويه هنا وهجيب برضه ايه معايا ثوم سمك السلمون احط هلا مهلك هلا عملتي زيت زيتون صح؟ زيت زيتون زيت زيتون ده الجمبري هنحطه على طول كده على النار ان شاء الله هو عموما ما بياخدش لا الجمبري ما بياخدش على فكره يعني من من دقايق او ربع ساعه كده من اسهل انواع الاسماك الجمبري ده ما بياخدش سوى خالص بسم الله الرحمن الرحيم بعد اكل السمك بعد ده بنشرب عصير ليمون ايوه طبعا لازم تبقى حاجه سمك السلمون بتاعنا بقى لازم بيتتبل ده سلمون؟ ده سمك سلمون بتتبله ايه بقى؟ نحط رشة كمون كمون فلفل اسمر رشة ملح ثوم هو ماشي. السمك عموما بيحب الثوم والكمون جدا اكتر حاجة ثوم كمون غير والليمون والليمون كده هنتبله شهرة شيف نور الصباح أم عامر أم عامر أنا عامر. مشهورة بأم عامر شغلي كله بطلع إيفنتات وحفلات بأم عامر ومع أم عامر دايما عامر أكيد عامر طبعا طبعا الحمد لله بسم الله أهم حاجة يا جماعة أهم حاجة اللون الأحمر ده عشان عيد الحب أيوة ده هو ده أهم حاجة هو ده أساس النهار السمك السلمون مفيد السمك تخين شويه بيستوي بسرعه ولا لازم نغطيه؟ لا لا ان شاء الله يستوي على طول مش نغطيه؟ السمك السلمون ما بياخدش حاجه ان شاء الله على طول للجمبري والجمبري برده هو خمس دقايق وتلاقي الجمبري استوى لان كل ما بتسيبيه على النار عشان الوقت كل ما بتسيبيه على النار يشد معاكي تمام السمك السلمون اهو في معلومه يا جماعه ان احنا المفروض ناكل الفاكهه قبل اللحوم قبل الاكل عامه احنا عاداتنا وتقاليدنا او العرب عموما بياكلوا الفاكهه بعد الغداء بيحلوا يعني وده غلط المفروض تتاكل قبل الغداء مش بعد الغداء حبيت اقولها يعني هو ممكن نقطعه صغير سمك السلمون ده عشان عايزه ممكن يتقطع صغير بس انا علشان بقى عايزه احطه كده لا هو هيستوي ما تقلقيش منه لو قلقانه مستوي ما تقلقيش لا انا قلقانه من الوقت بس لا ان شاء الله الوقت هيكفي انا ما عملتش فتره مطبخ وحاجه استوت الصراحه لا باذن الله باذن الله طب مفيش تواصل يا جماعه حطوا لي ارقام التواصل على الشاشه بعد اذنكم ارجوكم لا لا كله هيتواصل ان شاء الله مع ام عامر النهارده بعد اذنكم الارقام على الشاشه لو سمحت انا عايزه بقى اوري حضرتك كده هنطلع فستان الجمبري ولا استاذ مصطفى من السعوديه اهلا وسهلا الو الو ايوه استاذ مصطفى انا بحيي الشيف ام الو السلام عليكم وعليكم السلام ايوه معاك يا استاذ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام يا استاذ مصطفى معاك بحيي الشيف ام عامر و ومن نجاح لنجاح ان شاء الله حبيبي يا مصطفى حبيبي الله يخليك ازيك يا قلبي عامل ايه وكل اكلاتك الجميله الله يخليك يا حبيبي وشمال القاهره كلها متابعه حضرتك يعني الله يخليك يا حبيبي
وبنشكر البرنامج صراحة اللي استضاف حضرتك بأمانة. الله يكرمك يا فندم. الله يكرمك. شكرا شكرا. تسلم يا مصطفى. اتفضل اتفضل. شكرا متشكرين يا استاذ مصطفى. انا اعرف ناس كتير من السعوديه كانوا بينزلوا بياكلوا اكلات من ايدي. بيجوا الحمد لله. بيجوا من القاهره. بصي الاكل بنام طعمه حلو وبتدني بقى على طول معايا. الحمد لله ولله الحمد. انا مكتسبه النفس ده من والدتي. نفس. لان يعني انا متربيه يعتبر في مطعم. والدي ووالدتي كان عندنا مطعم يعني وانا من صغري فيه. فمكتسبه المهاره من والدي والاكل والنفس من والدتي. وبصي السمك السلمون خلاص ان شاء الله على خير اهو هطلعه. استاذه هدير الو. ايوه استاذه هدير. ايوه ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضلي معاكي. لا حضرتك انا عايزه اسلم على ام عامر وعلى المذيع اللي معاه. الله يخليكي شكرا. ايوه ام عامر. ايوه حبيبتي اتفضلي. الله يكرمك. تسلم ايدك على الاكل اللي انت بتعمليه. الله يخليكي يا حبيبتي بالف هنا للي ياكله. الله يخليك الله يخليك. تسلم ايدك. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. نورتوا البرنامج والله. الله يخليك. الله يكرمك. مش عايزه تسالي على اي سؤال؟ مش عايزه تقولي اي حاجه نعملها لك؟ يلا سلم على القصه اللي معاكي. الله يكرمك. شكرا يا حبيبتي. نعمل اي حاجه. استني الفطير المشلتت بصراحه بتاعت تحفه. الله يكرمك. المره الجايه ان شاء الله نعمل فطير مشلتت. المره الجايه اعمل لكم شويه فطير مشلتت حلوين. شغالين اكلات بحريه الاسبوع ده واللي بعد. شكرا يا حبيبتي متشكرين. عايزه اعلن يا جماعه عن مسابقه المواهب. للاشتراك في مسابقه المواهب التواصل على 012-72-36-229. اي موهبه غناء موسيقى رسم شعر اي موهبه تمثيل تواصل على رقم 012-72-36-229. احنا معانا 10 دقايق يا ام خلاص ان شاء الله. السمك الو سلمون. خلاص هنام ولا هيام؟ الو الو. ايوه يا هنام. الو انا حنان. حنان حنان. ازيك يا حنان؟ عايزه ايه حنان قولي؟ والله عشان بحبك قوي. ربنا يخليك يا حنان. ربنا يخليك. والله ممكن اطلب منكم فريق الحواوشي؟ الحواوشي هنعمله لك. عينينا الاثنين. على فكره الحلقه اللي فاتت عملنا حواوشي يا حنان. انت مش متابعه ولا ايه؟ ممكن تنزلين الطريقه معلش؟ حاضر هنقولها بسرعه. ماشي قولي حواوشي كده وانت بتشتغلي بسرعه عشان الوقت. حاضر. الحواوشي بقى متشكرين يا حنان. الحواوشي انا بعمله بالعيش ما بعملوش بالعجينه. بنكون فارمين اللحمه على حسب بقى ما انت هتعملي. نص كيلو مثلا هتحطي معاهم بصلتين كبار وهتحطي معاهم وحديتين فلفل وملح وفلفل اسمر وكمون والتوابل طبعا. انا تمام. عن نفسي الحواوشي بتاعي مميز شويه لاني بحب احط له طحينه. بحب احط الحواوشي بتاعي طحينه وعصير ليمون فبيبقى حلو قوي. معلش انا بس حاطه ده عندي. ولا يهمك. عايزاه هتزوقي بيه حاجه؟ انا هزوق بيه يعني. احط روزميري هنا لان هو السلمون بيحب الروزميري شويه. الروزميري بتاعنا حط كده. طب اشيل ده؟ اشيل ده؟ مفيش مشكله. خليك كده. خلي الطبق ده هنا بقى عشان التقديم كده. التقديم هيبقى هنا. اوكي مفيش مشكله. كاميرا تجيبه وتحطي بقى تجيبي العيش وتكوني عامله الحواوشي العجينه بتاعته اللي هي تفرمي اللحمه حلو وتفرمي معاها البصله ناعم وتحطي ثلاث فصوص ثوم وتحطي معاها فلفل والملح والبهارات بقى اللي انت هتحطيها وبتحطيها في قلب العيش وبتسويها في الجريل. وده الجمبري الصغير ده. الجمبري الصغير ده بتاع السلطه. ده السلطه. ده السلطه. دوام كده ونحطه هنا. انا عايزه بقى ايه هطلع. الو معانا استاذه مروه. الو ايوه استاذه مروه. ازي حضرتك؟ الو ايوه ايوه معاكي اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. وانا عايزه اتكلم كلام صراحه من النهارده لبكره في اكل الشيف نور. الله يخليكي يا مدام مروه. الشيف نور منورانا النهارده. الله يخليكي يا مدام مروه تسلمي. ازيك يا شيف؟ والله الله يخليكي. احلى مكرونه بشاميل. الله يعزك. محشي حواوشي احلى اكل من ايديها. الله يبارك لك يا حبيبتي. ما تحرمش منك يا مدام مروه. والله العظيم ما تحرمش من حضرتك. في النظافه وفي الطعم. الله يعزك يا حبيبتي ما تحرمش منك. ربنا يخليكي يا شيخ. والله العظيم الله يخليكي.
وحشاني جدا والله. الله يخليكي يا حبيبتي، منوره البرنامج والله. الله يكرمك، منور بوجودك يا رب، وجود الاستاف اللي معانا. الله يخليك. لسه رحت بقى دلوقتي، انتوا بتعملوا ايه؟ انت عايزه نعمل لك ايه المره الجايه يا استاذه مروه؟ حاجه بقى ممكن ايطالي. ماشي ماشي، اعمل لك كريبات بقى ومكرونات. اعمل لك كريب على فكره، انا بعمل كريب حلو قوي جدا يا استاذه مروه. بعمل كريب حلو قوي بالسبانخ. الله ما شاء الله، بيبقى حلو قوي قوي. يعني انا الحمد لله دايما بعمل اكلات للاطفال. احنا هنحاول الفتره الجايه نعمل اكلات غريبه. انا بعمل اكلات الاطفال لما بيعرفوش ياكلوا الخضار، ما بيحبوش ياكلوا، بحطه في قلب الاكل بتاعي. ايوه احلى حاجه فعلا، صح، بشجعهم ان هم ياكلوا من غير ما يحسوا فعلا. ايوه صح، شكرا. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك، ما تحرمش من حضرتك. انا عايزه اطلع تورتي في الرز. اتفضلي اتفضلي عشان الوقت. أوكي. بسم الله. الله، دي يا جماعه بقى تورتايه الرز بمناسبه عيد الحب. اسمع بقى التورتايه بقى. تورتايه رز بالجمبري. عشان التورتايه هي خمس الوان. انا في السريع كده بيقولوا لي الوقت فاضل خمس دقايق. طب الاكل مش هيستوي، والاكل مش يعني الاكل لو مش استوى هتاكلوا ايه؟ انا يعني مجهزه لكم الحاجه عشان وقت البرنامج ضيق، فبعد اذنكم يعني الاكل يستاهل التاخير. معلش. التورتايه الرز بالجمبري دي انت بتعملي الرز كله ابيض، بيتشوح كله ابيض. وبعد كده بتحطي الوان بقى، الوان طبيعيه جدا. الاخضر بحط له شبت وبقى. انا هعمل كده كل حله رز لوحديها عشان اعمل اللون ده. ايوه مفيش مشكله. جميلة والبني دون جميله يا جماعه. البني دون بعمل رز بالبصل وبقطع فيه الجمبري، تقطعي فيه سمك فيليه اللي انت عايزاه. وبعد كده الابيض رز ابيض عادي. لا جميل. والاحمر بحط له معلقه صلصه وبابريكا، والاصفر طبعا معروف كركم وكاري. بس هو طب سهل جدا. طب يعني معلش الاخضر ايه؟ معلش الاخضر شبت وبقدونس وكزبره، يعني كله الوان طبيعيه. شبت وبقدونس وكزبره. انا بحب الحاجات الطبيعيه. يعني ما بحبش اجيب حاجات صناعيه بصراحه. اصل الاخضر ده جديد الصراحه بالنسبه لي. لا جديد، انا دايما عندي كل جديد. لا ما هو واضح. واضح. ماشي. طب احنا قلنا ده ايه؟ ده دي شعريه جلاس نودلز، هعملها لك سلطه حلوه قوي بس بعد ما ارص الجمبري. طب تمام بعد اذنك. يعني دي تورته الجمبري يا جماعه. دي تورته الجمبري يا جماعه. وبالهنا والشفا. وبالهنا والشفا لكل اللي ياكل. طب عيد الحب، ما انا هحط لك عيد الحب وكل حاجه، ما تقلقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الجمبري اهو. بصي الجمبري. خلاص احنا قربنا، فاضل معانا اربع دقايق. لا 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 استنوا شويه. معلش معلش انت بقى ايه. انا بصي هاتي هحط لك انا التورته وانت بقى اعملي ايه الجلاس نودل. الجلاس نودل دول بقى الوقت. دول بقى هحطهم لحضرتك هنا. طيب كده انا هعمل بقى التورته انا. اوكي ازوق انا. ازوقي بقى التورتايه. اتفضل. جميل 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 صراحه، الريحه رهيبه. طبعا الجمبري مفيش احسن منه، والرز علشان معمول بحاجات طبيعيه. طبعا حلو جدا. انا استاذن حضرتك هاخد منك الحاجات دي. حاجات ايه؟ اهي عشان ده الجلاس. اتفضلي. بعدين ايه انا عامله ايه الديكوريشن الحلو ده؟ خلاص انا هعمل لك الديكوريشن. طيب ظبطي بقى. انا هظبط لك. انا ليا في الديكورات بقى، انا اخري ديكورات. خلاص اوكي. ماشي. الجلاس نودلز دي شعريه اهي، بنحطها هنا وبنحط معاها. الجلاس نودلز حلوه قوي برده يا جماعه للي بيعمل دايت، واكلها حلو كلها خضار، يعني ما فيهاش حاجه مش قدم. ايه لسه بتعمل ايه؟ هي بيتحط ماشي فيها كزبره خضراء، وبيتحط لها كرنب بنفسجي. وبيتحط لها بقى، هحط لها جمبري. انا عامله لها جمبري اهو. هي إيه ممكن تتعمل بالفراخ دي برضو. سلطه يا جماعه، دي سلطه اسمها سلطه جلاس نودل. انا هطلع ده بره عشان التقديم، هطلعه بره يعني جنب ال اتفضلي يعني جنب الصنف بتاعه. اوكي على مهلك. فاضل دقيقتين اوكي خلاص اهو. تمام نقدم الجلاس نودلز بقى. انا يعني في ثواني يعني الجلاس نودلز بس عشان السلطه دي. يعني السلطه دي جميله جدا. واللي هياكلها هتعجبه قوي. انا ايه علشان برضو الوقت ودي مش هتنزل، نزل لك كده بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ممكن بقى استرخيز الازاز اللي جنب حضرتك. اتفضلي. خلاص يلا عشان فاضل دقيقة ونص. أيوة هو أصلا هيختم والحاجة بيقدمها، يعني هتختم على الحاجة.
اهي دي كده سلطه الجلاس نودلز يا جماعه حلوه جدا ومفيده جدا طبعا. بصوا يعني هي كلها خضار وجمبري. طب ايدي فين؟ اتفضلي وبيتحط لها بقى السويت شيلي. ده سويت شيلي حلو. السويت شيلي ده عباره عن ايه؟ هنشوف. السويت شيلي ده بيبقى صوص عباره عن ثوم وفلفل حلو. اشكرك على الاكل الجميل ده النهارده الصراحه. عايزه احط وحدتين جمبري برده على لان هي بالجمبري اصلا. هظبط بس اتفضلي كده. اشكرك يا شيف نور. الله يكرمك. الله يكرمك بجد اكل جميل جدا جدا بألف جدا. بألف هنا يا انا حبيبتي. بحب الاسماك اساسا. ايوه ما هو دي الحاجات دي حلوه هتعجبك وحاجات تفتح النفس يا جماعه. ومع ام عامر دايما عامر. طبعا مع ام عامر دايما عامر. اشكركم اعزائي المشاهدين والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.